السلام عليكم ورحمه الله، مرحبا بكم مره اخرى في هذا الفيديو. ان شاء الله غادي نخدموا لي زاكتيفيتي دو ليكتور اللي في لاباج 118. اذا في هذا التكست العنوان ديالو شي لو ميكانيسيان، يعني عند الميكانيسيان. اول حاجه غنديروها هو نقراو النص. شي لو ميكانيسيان La voiture de papa est en panne. Yani tombe la dire papa, khasra. En panne, katani, khasra. Je l'accompagne chez le mécanicien. Yani mchit m'a and mécanicien. Le mécanicien est un homme grand et fort. ميكانيسيان هو واحد الرجل اللي كبير وصحيح قوي. il porte un tablier bleu. تيلبس واحد طابليي ازرق. ses mains sont toutes noires. يديه كاملين كحلين. كحلين بهذيك الوسخ ديال الطوموبيلات، الزيت وشحال من حاجه، ليسانس، يديه تيتوسخو تيولو كحلين. Il travaille dans un immense garage où il y a plein de voitures. Il travaille dans un immense garage où il y a plein de voitures. تيخدم في واحد الكراج كبير، immense garage. Immense كتعني كبير، واسع. Où il y a plein de voitures. Le garage là fait bzaf diel tombilat. Sur un mur de son garage. Yani واحد الحيط في الكراج عنده. Il y a des étagères. كاينين طاجيرات. Ces étagères contiennent toutes. Ces étagères contiennent tous ces outils de travail. هذه الاتجاهات هادو حط فيهم الادوات، سي زوتي يعني اوتي هي المعدات ولا الادوات دو ترافاي ديال الخدمه. اوتي دو ترافاي بمعنى ادوات العمل. شنو هما هادو الادوات؟ هادو هما دي كلي دو توت سورت سوارت من جميع الانواع. دي تورنوفيس غران اي بوتي تورنفيسات كبار وصغار. دي بانس كوبونت تقطع به. ان غرو مارتو مطرقة كبيرة. سور لو سول يعني فوق الأرض. لو سول هي الأرض. Il y a beaucoup de pneus et un grand cric. واحد الكريك هو هذا باش كنرفعوا الطوموبيلات، باش كيرفع هكا بحال هكا. كي سير ا سولوفي لي فواتور. سولوفي هي يرفع السيارات بحال هكا، بحال هكا في الصوره هذه. Le mécanicien est un docteur de voiture. Le mécanicien هو طبيب ديال الطوموبيلات. نمشيو للأسئلة. عندنا هنا السؤال الأول، هنا غاد لا بارتي الأولى. جو دي سو كو جو فوا. أن دو كيل ميتيي ليزيماج بارلتيل. غادي نديرو بلا ريبونس. Le mécanicien. Comment le situe? Comment le situe? Bah,
Je vois un homme qui porte un tablier bleu. Des voitures en panne. Tombe la trasserie. Et des outils de travail. Il y a un état chef qui lève ce tablier zarqa. كنشوف طوموبيلات خاسرين وكنشوف ادوات ديال العمل هادشي باش عرفتو بانه ميكانيسيان 3 كو فواتو سور شاكون دي زيماج في كل صوره هادي اش كتشوف هنا اش كتشوف هنا واش كتشوف هنا اذا هنا كنشوف واحد ميكانيسيان هنا كنشوفو كراج فيه طوموبيلات وهنا كنشوفو لي زوتي دو طرافاي الوغ ايماج 1 ان ميكانيسيان ريبار اون فواتور واحد الميكانيسيان اش كنشوف في الصوره الاولى كنشوف واحد الميكانيسيان كيصايب واحد لا فواتور ريبار اون فواتور ليماج 2 اش كنشوف دو فواتور دون ان كاراج جوج طوموبيلات واحد الكاراج ايماج 3 دي زوتي دو ترافاي دي زوتي دو ترافاي ادوات العمل السؤال الرابع قال لك كومون تروف تو ce métier اش بان لك فهاد الخدمه هادي فهاد لو ميتي هذا كل واحد والراي ديالو نقدروا ندير مثلا جو لو تروف دور يعني صعيبه لا دوزيام بارتي جيكوت اي جو كومبران ان هذا السؤال شنو هو شيكي لونفون اكومبانيتيل سون بابا عند من الوليد مشى مع بابا مشى عند من غادي نديرو شي لو ميكانيسيان شي لو ميكانيسيان مشاو عند ميكانيسيان بوركوا تروف لا فراز كي لو مونتر علاش مشاو عند ميكانيسيان غادي نديرو هنا باسكو لا فواتور دو سون بابا اي طون بان حيت الطوموبيله ديال لو بابا ديالو يعني بابا خاسره كاينه واحد لا فراز في الاول ديال لو تيكست هي هادي لا فواتور دو بابا اي طون بان هنا قال لك كومون اي لو ميكانيسيان كيفاش داير هاد لو ميكانيسيان غادي نديرو اي لي غران اي فور اي لي غران اي فور يعني كبير وقوي كومون اي سون كاراج كيفاش داير الكاراج ديالو غادي نكتبو اي لي تيمونس Il est immense et plein de voitures. Il est immense et plein de voitures. Il y a une équipe ou un amour. Ton billet. Où se trouvent les outils de travail du mécanicien? Fin qu'il y a une adawa de l'amal dial le mécanicien. Alors, on va dire où? Sur des étagères. À des étagères. Sur le mur de son garage. Il y a une équipe des étagères. في الحيط ديال الكراج الوغ جو كومبرون ميو لو تيكست بوكوا فاتون شي لو ميكانيسيان علاش مشاو عند الميكانيسيان اذا هادي جاوبنا عليها قبل علاش بور ريباري لا فواتور دو بابا باش نصايبو الطوموبيله ديال الاب بور ريباري لا فواتور دو بابا او ترافاي un mécanicien fin t'exerce le mécanicien t'exerce une fois le garage dans un garage dans un garage comment est-il habillé pourquoi qui fait dire le petit dialogue allège à dindero il porte un tablier pour ne pas salir si vitement c'est il besoin de tablier allège bêche mais où cherche le voyage de quoi le mécanicien a-t-il besoin pour travailler اشنو محتاج الميكانيسيان باش يخدم يعني محتاج هذوك الادوات اللي هضرنا عليهم شنو هما اذا هنا غنديروا الى بيزوان دو كلي دو توت سورت دو توت سورت يعني كيحتاج السوارت دي لانواع ديالها مختلفه دو تورنفيس محتاج دي تورنفيس دي بانس كوبونت محتاج لي بانس باش تقطع بهم محتاج واحد اسم اخر ان غرو مارتو منطقه كبيره اي ان كريك كريك الوغ هنا جو دون مون افي بوركوا لو ميكانيسيان ايتيل كونسيديري كوم ان دوكتور دو فواتور دي فواتور علاش اعتبروا في النص بان الميكانيسيان بحالو بحال
طبيب ديال بحال هو طبيب ديال الطوموبيلات. نقدروا نقولوا مثلا كوماندكتور لو ميكانيسيان اكزامين ديكوفر سو كي لو بروبليم اي لو ريغل. بحال الطبيب الميكانيسيان تيقلب تيدير ليكزامان تيكتشف شنو هو المشكل وتيريغلو وتيعالجو. كوماندكتور لو ميكانيسيان اكزامين ديكوفر سو كي لو بروبليم اي لو ريغل. جينا دابا لهاد لا بارتي ديال لا برونسياسيون. J'améliore ma prononciation. Je vais chez le boulanger. Je vais chez le boulanger. Je vais à la boulangerie. Je vais à la boulangerie. Je vais chez. Le boulanger ou le شخص الخباز كنديرو شي. الا كنا غاديين للمخبزه ماشي عند الشخص كنديرو ا. اذا هنا شي كنديروها للشخص وهنا ا كنديروها لو ليو المكان. Le boulanger fait du pain de la viennoiserie et de la pâtisserie. Le boulanger fait du pain de la viennoiserie et de la pâtisserie. نتمنى تكونوا استفدتم من هذه الفيديو. الى اللقاء في حصه اخرى ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.